شوفوا يا جماعة I am here. The primary reason I'm here, besides being my dream. السبب الرئيسي لوجودي هنا هو أن أحتفل بمصر. أحتفل بهذا البلد العظيم. أحتفل بالشعب. وعلشان أقصر يعني القصة لأن أنا لو فضلت أتكلم هتكلم كتير قوي أنا عايز أبعت رسالة أقول مين هو الشعب المصري. لما وضعت أقدامي على مصر حسيت بكده. أنا كنت وسط ناس كتير كلهم عاطفيين جدا قادرين على التعبير ساخنين جدا متشوقين ومهتمين بوجودي وأرادوا أن يقتربوا مني يأخذوا الصور معي كانوا مهتمين بيا جدا ولكن أهم من كل شيء أنه كانوا يكنوا لي كل احترام فلم يقترب أحد مني بطريقة غير محترمة وكانوا يعبرون عن حبهم ليا بكل الطرق